اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. أنا هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 041303591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا أولا وأخيرا ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2000 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله. هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لحضراتكم من جديد علشان أقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2000. العربية فابريكا دواخل العربية رشة من الخارج فقط. العربية الموتور لسه معمر عمرة كاملة. العربية فيها رخصة لمدة سنة باليوم. العربية فيها كاوتش حالته 80%. العربية على فكرة على الشغل على طول، مش عايزة جنيه مصروف لأن العربية لسه معمرة. العربية الشاسيه والكورونا بحالة الزيرو. العربية نمر معمرة عمرة كاملة. العربية نمر البطانية. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2000. سعر العربية 100,000 جنيه. سعر العربية 100,000 جنيه. قبل ما اقول لحضراتكم على سعر العربية، الفيديو اللي معنا النهاردة بتاريخ الخميس الموافق 23/9/2021. الفيديو اللي معانا النهاردة بتاريخ الخميس الموافق 23/9/2021. يعني لو الفيديو مر عليه اكتر من اسبوع يا ريت حضرتك ما تتصلش بصاحب العربية لان غالبا بيكون باع العربية. للا التواصل مع صاحب عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2000 هيكون على رقم 0122-44-558. للا التواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-22-44-558. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على يوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بنزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.